السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف الحال عم أبو إبراهيم؟ والله الحمد لله أبو يوسف. إيش 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 صار بالضبط؟ أجوا على الدار، قالوا الدار بدنا نهدها، هاي اللي حكيت، قلنا لهم لا هاي موجودة، الدار لها سنين، هاي لها سنين لها موجودة، وظبطناها عشان الولد يعني متجوز فيها. ابنك؟ محمود. محمود تجوز قبل شهرين، غيرنا بس السقف، الجاك تبعها غيرنا السقف ودهناه وظبطناها. اجوا عندنا اليسام، اجوا البوليس، يعني اللي اجى هو اللي عرض على الدار للهدد البوليس، يعني حتى البلديه بتقول لنا احنا ما لنا يد بالقصاي، ان الحكومه هي بدها تهج. هو يعني البلديه بتقول احنا ما لناش خص، البوليس بده يهد؟ البوليس بده يهد، والبوليس هو اللي اجى، هو البوليس اللي اجى يصور وقلنا للهدد، يعني حطوا زي جتر زي حقد فيهم يعني. والدار لها زمان موجود سنين، وجبت لهم اوراق من البلديه، جبت لهم اوراق من البلديه انها الدار موجوده لها سنين. سلوم افيرو كله جبت لهم اياه. موقفنا كان في من ناحيه البلديه، البلديه صارت تقول له موقفكم كويس، واحد من البلديه قال له موقفكم كويس، وهي الدار موجوده لها سنين هاي. بس احنا ما لنا يد، البوليس اللي بده يهد. والبوليس ايش له عندكم بده يهد؟ البوليس هيك جقر جقر وحقد وكراهيه فيهم، بدهمش العرب يكونوا مبسوطين، بدهمش العرب يكونوا متريحين. بيشوفوا العرب عندهم دور كويسات ومظبطات بدهم يهدوه، بيندمروا العرب، بدهم يشتتوا العرب. زي ما سووا في 48 وفي 47 اجوا كتلوا العرب، كانوا كتلوهم بدورهم يهدوا لهم دورهم. واليوم رجعوا نفس المشكله نفس الشيء، رجعوا زي قبل 47 48 اجوا يهدوا العرب دورهم، يدمروا العرب، يشردوهم من اللد، يطلعوا العرب من اللد. فكرهم احنا ظلنا صامدين في اللد حتى نموت، لو بنموت في اللد بنضلنا في اللد، ما بنطلعش من اللد، ولا عرب يطلع من اللد، الكل يضل في اللد. الله يوفقك. لحد الموت يظلوا في الليل. احنا وياهم حرب ليوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. بس بارك الله فيك، الله يقويك، وان شاء الله كل اهل البلد معاك وكل فلسطين معاك. حياكم الله. الله اكبر ولله الحمد. ايد واحده ووحده واحده وايد واحده نكون ضد الكفار هذول، الله يلعنهم الملعونين. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله.